بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل الخوازيق، وهنتكلم على النهاردة على هبوط الخوازيق، وده الجزء التاسع من شابتر 6 اللي هو البايلز في كورس فاونديشنز انجينيرينج 2. أهم حاجة إن أنت لازم تبتدي عشان تحسب الهبوط بتاعك، انت عندك هنا الحمل بتاعك جاي هنا، هل هوزعه للجروب بتاعي دوت بتاع الخوازيق دوت من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، وبعدين عشان اخد هنا الافكتيف ديبس بتاعي اللي بيأثر فيه. فبنقول ان ترزاجي وبيك عملوا، قالوا ان البايل جروب سيتلمنت في الكلي بالذات، هي المشكله دايما في الكلي، لازم تاخد عند مسافه تلت دي، يعني ما تاخدش التوزيع بتاعي، ما تقولش ان ده كده بلوك واخد التوزيع بتاعي من هنا، ده غلط. لو كان كلي، لو كان ساند ماشي، لكن لو كان كلي لا، لازم تاخده على بعد مين؟ دي 3. بس ده لو كانت كلي صافي. المشكله بقى لو كان عندي كلي وساند وكلي وساند، نعمل ايه؟ في عندي اربع حالات، في اربع حالات. اول حاله عندي هنا مثلا سوفت كلي، وبعدين في هارد كلي او ساند، يعني في تربه قويه وفي ساند، وبعدين رجع سوفت كلي، وانا عايز احسب الهبوط بتاع مين؟ السوفت كلي بتاعي هنا. طالما هنا سوفت كلي وهنا ارتكز على الساند بتاعي، فانا اخد الحمل بتاعي الكيو بتاعي دوت واقسمه على البي في الواي اللي هو في المسافه ديت، وبعد كده انزل بميل كام 221، وابتدي اطلع الاستريسز عند السنتر واحسب الهبوط بتاعي. ده لو كان بيرتكز على مين؟ على ساند او هارد كلي وتحتيه السوفت كلي بتاعي، وهو جوه هنا سوفت كلي. طيب لو انا عندي هنا في الكلي بتاعي هنا وهنا كلي، كلها بقى كلي، مفيش بقى ساند خالص بالشكل ده، فطبقا لكلام ترزاجي قال لك ايه؟ ممكن تاخد التوزيع بتاعك من هنا، بس لازم لو عندك ده دي بتاخد انت هنا مسافه قد ايه؟ تلت الدي، وابتدي التوزيع بتاعي احطه هنا اهو، بس برضك هحط هنا الاول الكيو على المسافه دي، وانزل هنا بمسافه ميل 1 إلى 4، وبعدين ابتدي اخد الميل بتاعي كام؟ 2 إلى 1 اللي احنا اشتغلنا عليها، وهو ده اللي ابتدي لو في عندي طبقه بقى كلي اللي انا عايز احسب الهبوط عندها، او اللي بنسميه الافكتيف ديبس. طيب دي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه لو انا عندي دي الخوازيق كلها في الساند، وادي طبقات الكلي بتاعتي، اقول له طالما في الساند ابتدي برضك اخد مسافه على بعد قد ايه؟ ال، لو كانت دي يبقى دي على 3، ووزع الاول، خلي بالك بقى من اول هنا، ما هو ده كلي يعني عندي ده ساند خلاص، وخدت تلت دي، اوزعه الاول تلتين الدي بي، الدي بي بقى اللي هي الطول اللي فضل بعد كده، وابتدي اوزعه بميل الاول 4 إلى 1 لحد ما يوصل لتلتينها، وبعدين اخد من هنا التوزيع اللي هو كام بقى؟ اللي هو التوزيع 2 2 1، وابتدي اقسم بقى طبقات الكلي بتاعتي ديت لطبقتين، وابتدي احسب الستريسز هنا والستريسز الدلتا سيجما والدلتا سيجما، واطلع الهبوط بتاعي. طيب نفترض ان انا عندي هنا ده ساند وده كلي وده ساند وده كلي، اعمل ايه؟ ما هو الموضوع بقى متعقد. لا، ما دام ابتدينا بساند خلاص، هبتدي هنا الاستريسز عندي هنا، وبعدين ينزل الاول بميل كام؟ ميل 1 لـ 4، واجيب الاستريسز هنا، وبعد ما اجيبه فين هنا؟ هو قلنا لو كانت دي مسافه دي بناخد هنا مسافه دي على 3، وابتدي التوزيع بتاعه يبقى ده اللي هي السيجما بتاعتي اللي هشتغل فيها، وابتدي انزل بقى بميل 2 إلى 1، ماليش دعوه بالساند اللي هنا، ان هي دعوه بالكلي اللي هنا، اجيب الدلتا سيجما وابتدي احسب الايه؟ احسب الهبوط بتاعي عند او طبقه الكلي اللي عندي ديت، وده اللي هنشوفه في الجزء القادم ان شاء الله. شكرا.